اول حاجه انا ما كنشوفش راسي جميله، واللي كيشوفني جميله كنقول شكرا بزاف. هو في الاول انا فنانه قبل ما نكون عارضه او كندير اعلانات معينه. فاكيد في الاول تعرفت بالاغاني ديالي واختروني كصوت في برنامج ستار اكاديمي، ومن بعد وليت كندير الاعلانات. من طبيعه الحال ما عرفتش هما كيشوفوني انني جميله، مثلا الماركه يعني الاعلان المعين شي ماركه معينه، مثلا ماكياج او القفطان المغربي اكسيتيرا. فهذا بالعكس كيفرحني بزاف وكيساعدني انني ندير اعلانات في داخل المغرب وخارج المغرب.